السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة من سلسلة المحاضرات لمقرر أساسيات الهندسة الكهربية، واللي هي بعنوان مبرهنة ثيفنين. طيب، في الدرس السابق كان تكلمنا عن قاعدتا كيرشوف، وهي كانت عبارة عن قاعدتين. القاعدة الأولى كانت للتيارات، والقاعدة الثانية هي للجهود. طيب، مبرهنة ثيفنين بتختصر في الآتي: انه انا بكون محتاج اني ابسط دائرة كهربائية، هذه الدائرة الكهربائية تتبسط لدائرة مكافئة، نحن هنسميها بمكافئ ثيفنين. الدائرة المكافئة دي هي تحتوي على مصدر جهد ومقاومة على التوالي. فبتلاحظ معي مثلا على الدائرة هنا، هي فيها مجموعة من المصادر والمقاومات، تم تبسيطها لدائرة مكافئة. هذه الدائرة المكافئة تسمى بمكافئ ثيفنين، اللي بيحتوي على مصدر جهد ومقاومة على التوالي. هذا المصدر بنرمز له بي ثيفنين، اللي هي في تي اتش، وهذه المقاومة ترمز لها بار ثيفنين، اللي هي عبارة عن ار تي اتش. وهنا بيكون المقاومة والحمل اللي عايزين نوجد مثلا فيه فرق الجهد، او عايزين نوجد فيه تيار، او الحاجة اللي عايز تحسب فيها التيار او الجهد. طيب، ممكن نلخص الخطوات حقت مبرهنة ثيفنين لثلاث خطوات. الخطوة الأولى بنزيل الفرع اللي عايزين نوجد فيه مثلا التيار. الخطوة الثانية، أو في نفس الخطوة، بنوجد فرق الجهد في هذا الفرع اللي أزلناه. الخطوة الثانية بنوجد المقاومة والمكافأة في نفس النقطة. الخطوة الثالثة بنوجد مكافئ ثيفنين بعد ما نحسب البي ثيفنين والآر ثيفنين، وبنضع الفرع اللي احنا أزلناه في الدائرة. تكتمل الدائرة، بعد ذلك ممكن نحسب التيار بسهولة ويسر. طيب، خلينا نطبق الكلام ده في مثال عشان نقدر نفهم الخطوات دي بصورة واضحة. طيب، عندي مثال بالشكل الظاهر أمامك. من الدائرة التالية أوجد التيار في المقاومة 6 أوم، مقاومة 6 أوم اللي احنا سميناها الفرع AB. انا ذكرت لك قبل شويه، قلت لك بنزيل الفرع، صح؟ فبرانش اي بي يعني الفرع اي بي، الفرع ده اوجد التيار المار في المقاومه 6 اوم او ار 3، او المار في الفرع اي بي ده باستخدام شنو؟ باستخدام مبرهنه ثيفنين، او باستخدام نظريه ثيفنين. طيب، هنا انا حددت لك، ممكن نستخدم نظريات مختلفة، لكن هنا حددت لك باستخدام نظرية ثيفنين. طيب، زي ما قلت لك، الخطوات هي عبارة عن 3 خطوات: بزيل الفرع، بوجد فرق الجهد في النقطة AB، بعد ذاك الخطوة الثانية بوجد المقاومة المكافأة في النقطة AB، والخطوة الثالثة بكون دائرة ثيفنين المكافأة اللي هي تحتوي على الجهد اللي أنا حسبته والمقاومة اللي أنا حسبتها، وبعد ذاك بضع فيها الفرع اللي انا حذفته في الدائره، بحسب التيار المار في الدائره عادي. طيب، خلينا نشوف مع بعض الخطوه الاولى. الخطوه الاولى نزيل الفرع شنو؟ الفرع اي بي من الدائره، يعني حشيله كله من الدائره. فبتلاحظ معايا لما نشيل الفرع بتبقى لنا النقطه اي بي، فهنحتاج انه نحسب فرق الجهد في النقطه شنو؟ في النقطه اي، او في النقطه اي بي اللي احنا قاصدين الجهد في النقطة دي. طيب، لحساب فرق الجهد في النقطة A هنا عندنا طريقتين، تمام؟ طبعا هنا لأنه أنا عندي شنو؟ عندي مصدرين حقين جهد، ومصدرين الجهد مالهم متعاكسات، صح؟ طبعا لو كانوا ما متعاكسات، ده كان هيكون السالب هنا والموجب هنا، فمن الموجب لشنو؟ للسالب، من السالب للموجب. لكن هنا مالهم متعاكسات، حاسة الأقطاب دي مالها متعاكسة. فخلينا نشوف مع بعض الإيجاد فرق الجهد في هذه الدائرة. طيب، باستخدام طبعا قانون أوم ومصدرية التغذية في وضع شنو؟ في وضع معاكس. فبنلقى مع بعض شنو؟ طالما هم معاكسات يبقى معناه شنو؟ لو دار أجيب الجهد المكافئ لهم بقول شنو؟ 10 ناقص 5، لأنهم متعاكسات، صح؟ طيب، التيار المار هنا مار في المقاومة دي ومار في المقاومة دي، يبقى هقول التيار مضروب في R1 زائد R2، صح؟
ار واحد زائد ار اتنين زائد ار اتنين. طيب يبقى معناه شنو؟ معناته الجهدين ديل او المصدرين ديل هم متعاكسات، فمعناته حطرح ده ناقص ده صح، 10 ناقص 5 حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي التيار حاصل جمع المقاومتين ده لانه مواصلات على شنو؟ على على التوالي، على التوالي. فزي كانه بقيتها مصدر واحد دي بقت مقاومه واحده، فبالتالي من السهل جدا ان اقدر احسب التيار عادي، بقول 10 ناقص 5 على 12 لانه 4 زائد 8 هي عباره عن 12، فهي عباره عن 5 على 12 ده عباره عن التيار. طيب انا حسي حاليا عايز اوجد الفي اي من اتجاه المصدر الكبير. طبعا الفي اي ممكن اوجده بطريقتين، ممكن من اتجاه المصدر الكبير وممكن من اتجاه المصدر الصغير. لو انا عايز احسبه من اتجاه المصدر الكبير بقول الفي اي عباره عن شنو؟ عباره عن ال 10 فولت ناقص التيار في المقاومه ار واحد. هيوجد لي الفي اي صح؟ ناقص التيار في المقاومه ار واحد. او لو انا عايز اوجده من المصدر الصغير بقول شنو؟ ها؟ هو ده المصدر الصغير. واحنا عارفين التيار بيمشي من 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 الجهد الاعلى للجهد الاقل، يعني التيار ماشي كده. فبقول شنو؟ بقول ال 5 فولت دي زائد التيار في المقاومه ار ار 2. يبقى من المصدر الكبير بطرح، من المصدر الصغير بجمع الجهد زائد التيار في المقاومه. فخلينا نشوف هي من المصدر الكبير يبقى حساوي شنو؟ ها يلا خليك معي. في اي تساوي شنو؟ 10 ناقص التيار في المقاومة ار واحد اللي هي 4 اوم. فحتبقى لك الناتج عبارة عن شنو؟ 8.33 لانه انا التيار عوضته ب 5 على 12 على ال 12 طبعا شنو؟ هنا على ال 4 فيها 3، هنا على 4 فيها شنو؟ فيها الواحد. ففي النهاية حتبقى لك 5 على 3، 10 ناقص 5 على 3 هيجيك الناتج ب 8.33. طيب المعلومة المهمة انه الفي اي دي ذاتها هي عبارة عن الفي سبن. يبقى دي الخطوة الأولى، حسبنا الفي سبن تمام. خلينا بس نشوف الطريقة الثانية اللي هي إذا احنا عايزين نحسبها من اتجاه المصدر الصغير، فبقول شنو؟ ها في اي تساوي 5 زائد التيار في المقاومة ار 2 اللي هي عبارة عن 8 اوم، فبالتالي حيجيك شنو؟ 5 زائد 8 على 12 ده التيار حسبناه بشويه في 8 حيجيك بنفس القيمه ب 8.33 شنو؟ الفولت. دي هي اساسا عباره عن البي سفن. طيب الخطوه الثانيه عاوزين نوجد الار سفن، والار سفن هي بتساوي الار اي بي اللي هي المقاومه في النقطه دي. طيب الخطوه الثانيه قال لك عشان توجد الار سفن بتعمل شنو؟ ها احنا اصلا اوريدي شايلين الفرع ده بره. طيب قال لك لازم تحول كل مصدر جوت، اذا لقاك مصدر جوت في الدائره تحوله لشورت سيركت، يعني حوله لسلك. عشان كده بتلقى المصدر هنا بقى ماف صح، بقى عباره عن سلك، والمصدر هنا بقى عباره عن سلك تمام. طيب ده لو كان مصدر جوت، لو كان مصدر تيار حوله لاوبن سيركت، يعني زي كانه دائره مفتوحه تمام. دائره مفتوحه زي كانه سلك مفصول، يعني زي كانه سلك مقطوع كده ممكن تفصل. حاسس الدائرة دي هي عبارة عن مصدرين جوت، مصدر جوت كان قاعد هنا ومصدر جوت كان قاعد هنا، حولناهم بشنو؟ بسلك. طيب دائرة وجد المقاومة المكافأة في النقطة دي، في النقطتين ديل يعني ار اي بي دي. فعشان اوجد المقاومة المكافأة لاحظ معي، بفترض زي كأنه في تيار طالع من النقطة ايه، لما نصل للنقطة دي بيحصل لي شنو؟ ها بيتفرع لي ار واحد وبيتفرع لي شنو؟ لار اثنين صح؟ طيب اول ما يتفرع ل ار 1 لاحظ شنو؟ هي راجع هنا وهي راجع ثاني لشنو؟ للنقطة دي، حيجمع التيار ده مع التيار ده عشان يرجع لشنو؟ لنفس النقطة. طيب طالما يتفرعوا ورجعوا ثاني لنفس النقطة، ده معناته ار 1 وار 2 مالهم موصلات على التوازي، فممكن احسبهم عن طريق شنو؟ حاصل ضربهم على حاصل شنو؟ حاصل جمعهم، حاصل ضربهم على حاصل يعني يبقى 4 في 8 على 4 زائد 8 الناتج حيجيني 2.66 اوم. فدي هي عباره عن الار اي بي، هي نفسها عباره عن شنو؟ عباره عن ار 7. يبقى الخطوه الثانيه حساب شنو؟ حساب الار 7 اللي حسبناه هسي امامكم. طيب الخطوه الثالثه شنو؟ ها نجيب دائره 7 للمكافاه صح؟ دي اللي في 7 اللي حسبناها اول مره في الخطوه الاولى 8.33، ودي الار 7 اللي حسبناه في الخطوه الثانيه عباره عن 2.66، وجبنا الفرع اللي حذفناه في الاول 6 اوم رجعناه، فالدائره اكتملت صح؟
طيب كده من السهل جدا ان نحسب التيار المار في الدائره دي، لان دائره برضه بسيطه صح، عباره عن مقاومتين. المقاومتين دي لو جمعناهم لبعض تبقى مقاومه واحده لانها مواصلات على التوالي. فالتيار ممكن احسبه كيف؟ ها بقول شنو؟ التيار بيساوي الجهد على المقاومه صح، والمقاومه هي عباره عن شنو؟ ار 7 زائد ار 6 اوم اللي هي المقاومه 6 اوم. فلاحظ معي اي اي بي التيار المار هنا، طبعا هو نفس التيار المار هنا، يعني الاي اي بي هو عباره عن شنو؟ ها البي 7 على ار 7 زائد 6 اوم. البي 7 ب 8.33 والار 7 ب 2.66، ودي المقاومة اللي عايزين نحسب فيها الفرق. بنجمعهم لبعض، بنكسب 8.33 على الحد التالت، الناتج هيطلع معي 0.96 اللي هو 0.96 من 100 أمبير. بالخطوات الثلاثة دي هتكون طبقتها نظرية ثيفنين، اللي هي الخطوة الأولى تحسب الفرق، بعد ذاك تحسب الفي سيفنين في نفس الخطوة. الخطوة الثانية توجد الار سيفنين، وزي ما قلنا اذا لقاك مصدر جهد تحوله ليه سيلك، اذا ما لقاك مصدر تيار تحوله لدائرة مفتوحة. الخطوة الثالثة تكون شنو؟ تكون دائرة سيفنين المكافأة اللي هي بتحتوي على في سيفنين وار سيفنين والمقاومة اللي انت عايز تحسب فيها التيار، عايز تحسب فيها التيار. طيب يلا خلينا مع بعض نقرأ التمرين ده. من الدائرة التالية احسب التيار المار في المقاومة شنو؟ 6 اوم او الفرع اي بي باستخدام نظرية شنو؟ استخدام نظرية سيبنين. طيب هنا الدائرة فيها مصدر خارجي عبارة عن 12 فولت، فيها مقاومة 4 اوم، فيها مقاومة 8 اوم. طيب استخدم نظرية سيبنين، ما تنسى ثلاثة خطوات. خطوة الاولى احذف الفرع، احسب فرق الجهد في النقطة اي بي. طيب الخطوة الثانية ها أوجد المقاومة R7 اللي هي عبارة عن RAB، كل مصدر حق جهد هتحوله لسلك، وأي مصدر تيار هتحوله لشنو؟ لدائرة مفتوحة. الخطوة الثالثة دائرة 7 المكافأة، تاخد الـ V7 مع الـ R7 ومع المقاومة اللي هتحذفها في الدائرة وتحسب التيار عادي فيها. طيب التيار هيجيك 923 ملي أمبير، راجع النتائج حقتك. طيب شكرا للمتابعة، أتمنى لكم دائما التفوق والنجاح. نتلقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعنوان مبرهنة نورتون. نتلقي إن شاء الله في نفس الموعد، في أمان الله.